حياكم الله مجددا في أهلا. في خطوة نستطيع أن نقول عنها إنها تاريخية، التقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ببابا الفاتيكان في مقر البابا بدولة الفاتيكان، في إشارة إلى دعم التواصل الحضاري بين الأمم والثقافات والأديان. لقاء يحمل دلالات مهمة ويجسد صورة مختلفة لمرحلة قادمة، ويعلي من شأن التقارب الإنساني عالمياً. روتانا خليجية استطاعت أن تحصل على لقاء حصري مع أمير رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى. نتابع. زيارة الفاتيكان هي في الواقع للتباحث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا تثمين وتقدير دور البابا المنصف والعادل مع عدد من القضايا الإسلامية، ولا سيما الاتهامات المزورة والكاذبة على الإسلام بأنه يدعو إلى التطرف أو الإرهاب. كان له موقف في هذا ينم عن وعي وكلمة الحق. زيارتنا لإيطاليا هي في الواقع لخمسة أهداف. الهدف الأول لقاء البابا فرانسيس، والثاني زيارة المجلس البابوي للحوار مع الأديان، والثالث زيارة جمعية سانت إيجيديو، ورابعا اللقاء بعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين كوزير الداخلية وغيره، وخامسا لقاء مفتوح من خلال ندوة عامة عن التسامح الإسلامي بحضور متنوع لعدد من أتباع الأديان وأيضا عدد من المثقفين والمفكرين والدبلوماسيين والإعلاميين. شكرا للدكتور محمد العيسى، يعني أن خصنا بهذا اللقاء.